طب ايه الفوارق اللي حسيتيها ما بين تدريبك مع الفريق الاول، فوارق اخرى يعني فادتك في الكارير بتاعك ولا زالت حتى الان تستفيدي منها، مشاركتك مع الفريق الاول عن المشاركات في المستويات اللي اقل سواء 18 سنه او 16 سنه؟ في الفريق الاول انت مش بتبقى مربوط بسن معين، انت بتبقى ما يعني في ناس بيبقى اكبر منك بكتير، فهم بيبقى عندهم خبره كبيره جدا جدا، وبيكونوا يعني اتحطوا في مواقف صعبه جدا في الماتشات انت ممكن ما تكونش عدت عليكي وانت صغيره، او لو هي كانت عدت عليكي وانت صغيره هم بيكون عندهم حلول احسن. واحنا صغيرين طبعا انت دايما عايز تكسبي، بس صراحة الأهلي في ناشئين، فرق ناشئين قوية جدا، يعني احنا كنا بنخش جيم الفاينل ممكن نكسبه 15 فرق 20، يعني عادي انك تخش نكسب ماتش فاينل 15 20 بوينت. فكان احنا كنا فرق، يعني فرقتي انا فاكرة جيلي 98 يعني كان جيل معروف قوي في الناشئات الأهلي، كنا بنخش اي جيم عارفين احنا هنخش نكسب 15 20 بوينت ونطلع. فكان بالنسبه لي ان انا اطلع فوق ولا دي ماتشات صعبه والدنيا كانت مختلفه جدا.